نعمل الكبده البانيه او الكبده بالرده. عندي هنا قطع من الفيليه الكبده، وفيليه الكبده في الحاله دي ما يكونش تخين، يعني لما اجي اشوي اتخن القطعيه شويه، اما لما اجي اقليها تكون رفيعه. وبعد كده باخد معاها توم وفلفل رومي، اللي بيحب فلفل حار طبعا يقدر يحط فلفل حار برضو، خل ابيض، رده، زيت وملح وفلفل وكمون، زيت للقلي يعني. وانا بحب الصراحه اني اضيف بعض من الدقيق على الرده. التتبيله بتاعه الايه الكبده ازاي؟ خل ابيض، توم مفروم، كمون، ملح، ملح كمان، فلفل اسود قليل مش كتير، مفيش زيت، فلفل رومي، عايزين فلفل حار حطوا طبعا مفيش مشكله خالص، ممكن تحطوا زي ما احنا حطينا للمخ يعني اللي هو نقطه صغيره، او ما تحطوش خالص، او تحطوا كميه كبيره لو انتوا بتحبوا الحار قوي، براحتكم يعني حسب الذوق وحسب الرغبه زي ما دايما بنقول. واقفل واشغل الايه الكبه. شكرا يا كبه. انزل المقدار بتاع التتبيله على الكبده، طبعا برضو اجن لازم المفروض يفضل نسيبها شويه في التتبيله، نقول ساعتين وبعدين نرجع نشتغل بيها تاني. هل الكبده بتتغسل؟ لا الكبده ما بتتغسلش. اخذنا من الدقيق نحط عليه رده، يعني 2:1، ها النسبه 2:1، 2 رده 1 دقيق. الزيت على النار، زيت غزير، زيت غزير، سخن، سخن، مولع، لا مش مولع. الكبده رفيعه مش تخينه، تمام؟ هقلب الكبده، الكبده ايه؟ الرده مع الدقيق اهو كده، واخد الكبده اللي انا تبلتها كويس قوي بالتتبيله بتاعتها. حاضر. عيني عيني. واخدهم على الدقيق والرده واكبس كويس بايدي اهو. شايفين بقى لونها فاتح ازاي؟ علشان معاها دقيق. حط قطعة الكبدة دي هنا في الزيت اهي. الله الله الله.